كنز وألعاب، هيا بنا يا أصحاب ليبي. واو، مرحبا، هذا أنا بليبي، واليوم نحن في متنزه بريست بوينت في أولمبيا في واشنطن، وأنا سأتنزه فيه سيرا. أحب السير كثيرا، ولا سيما إن كان المسير في الطبيعة. هاي، على ذكر المسير، عصا المسير ليست معي، ربما سأبحث عن واحدة. هل ترون أي عصا؟ هاي، انظروا إليها، عثرت هنا على عصا سير ممتازة، إنها مذهلة، ناعمة جدا، لا لحاء للشجر عليها. نعم، أظن أنني لن أصاب بجروح بمساعدة هذه العصا. واو، انظروا إلى شكل هذه العصا المميز، عليها بعض العقد هنا. نعم، واو، هذه العصا رائعة جدا، هيا لنختبرها. مذهل أيضا، هي متينة جدا. حسنا، هيا لنتابع السير. واو، أوه، انظروا إلى الأسفل، شاهدوا ما عثرنا عليه. واو، هل ترونها؟ هذه صدفة محارة. نعم، هل ترونها؟ أوه، كانت المحارة مغلقة في وقت ماض، مغلقة هكذا، وكان في داخل الصدفة محارة، لكن لا محارة فيها الآن. إذن أين ذهبت المحارة؟ مهلاً لحظة، هل ترون؟ هذا دليل لدينا، هذا الريش. نعم، انظروا، ريش عصفور. لحظة واحدة، إذن ترى هل كان عصفور في هذا المكان؟ نعم، ربما كان يتناول الغداء. حسناً، إذن أنا سأحتفظ بإحدى هاتين الريشتين معي، وسأضعها في حقيبتي، وسأريكم شيئاً رائعاً فيما بعد، وسأأخذ صدفة المحارة هذه. حسناً، سأضعهما في الحقيبة، وبعدها نتابع طريقنا. حسناً، هيا بنا. لن ننسى شرب الماء. واو، شاهدوا هذه النبتة، إنها نبتة السرخس. ها، نبتة جميلة حقا، وإن شكلها رائع أيضا، لكن لحظة، فقدت أحد أغصانها. غصن، نعم، على هذا الغصن بعض الأوراق. خطرت لي فكرة، لما لا نحتفظ به في حقيبة الظهر لشيء رائع فيما بعد. سأحتفظ بالغصن معي، سأضعه هنا، وبعدها سأريكم فيما بعد. والآن تعالوا. واو، شاهدوا هذه. واو، شجرة قديمة. نعم، لقد كانت منتصبة بوضع عمودي، وبعدها وقعت على الأرض. واو، تتحلل الأشجار بعد أن تسقط على الأرض، وبعد سقوط الشجرة على الأرض هكذا تحظى بعض الحشرات والحيوانات بمنزل لها. هل ترون؟ نعم، تحب بعض الحشرات تناول هذا النوع من الأشجار. أجل، هي بذلك تسمح للعناصر الغذائية بالوصول إلى التربة. واو، هاي، على ذكر الحشرات، أترون هذا؟ واو، ما أمامنا يسمى الجندب. مرحباً أيها الجندب. هاي، تذكرت، أحمل شيئاً رائعاً في حقيبة ظهري، معي ما يسمى بمنظار الحشرات، لنخرجه الآن. يفيدنا منظار الحشرات في رؤية الحشرات جيداً من كثب. إذن ما سنفعله أولاً هو فتح المنظار، هيا بنا. وبعدها ندع الجندب يقفز إلى الداخل. تفضل، اقفز. هيا، ادخل إليه. نعم، ممتاز. واو، صار الجندب في الداخل الآن، لذا سأغلق عليه الغطاء وأنظر من خلال هذه العدسات. واو، فأراه جيداً من كثب. انظر إليه. واو. واو، الجندب حشرة صغيرة جميلة. علينا أن نعيده إلى مكانه الآن. إذن أيها الجندب، هيا تفضل. عد إلى موطنك الآن. حسناً، لنعد المنظار، وبعدها نتابع المسير.
إلى اللقاء. أنا أشعر بالتعب الشديد من هذا المسير. عند أخذ الشهيق أخذ غاز الأكسجين وأطرح بالزفير ثنائي أكسيد الكربون. شهيق أكسجين، زفير ثنائي أكسيد الكربون. ولكن لننظر حولنا، إن كل هذه النباتات والأشجار والشجيرات أيضاً تأخذ غاز ثنائي أكسيد الكربون وتطرح حولها الأكسجين. إنها تأخذ ثنائي أكسيد الكربون وتطرح غاز الأكسجين، أليس رائعاً؟ بلى، نحن بخلاف النباتات، نحن نطرح بالزفير ثنائي أكسيد الكربون وهو الغاز الذي تأخذه النباتات، وبعدها هي تطرح الأكسجين ونحن نأخذ الأكسجين الذي تطرحه. نعم، نحن فريق رائع. ها ها، مرحبا، شاهدوا هذه، أترونها؟ هذه أكواز الصنوبر. كم كوز صنوبر ترون هنا؟ هذا واحد، اثنان، ثلاثة أكواز صنوبر. كوز الصنوبر له شكل متميز رائع. واو، هاي، تحب السناجب أكواز الصنوبر لأن داخلها بذوراً صغيرة تأخذها وتأكلها. تأكل البذور. حسناً، سأضعه في حقيبتي لوقت لاحق. نعم، لذلك الشيء المميز الذي أخبرتكم عنه. إذن هيا نتابع المسير. أنا أرى شيئاً رائعاً جداً، سأخبركم ما هو. أنا أرى نصف شجرة هنا. أترونها؟ نعم، أنا أرى نصف شجرة. رائع، انظروا إليها، كانت شجرة كاملة في الماضي. نعم، ولكنها قد صارت نصف شجرة بهذا الشكل الآن. هذا رائع. هاي، كان ذلك ممتعاً جداً. نعم، لقد رأيت شيئاً ما، ثم قلت أنا أرى، وبعدها نظرتم باحثين لتعثروا عليه. لنجرب ثانية. أنا أرى شيئاً أحمر. أترونه؟ أوه، نعم، انظروا. واو، لقد رأيت فراشة، فراشة حمراء اللون. واو، مرحباً أيتها الفراشة، كيف حالك اليوم؟ هل تستمتعين بقضاء الوقت هنا؟ إن الفراشات جميلة جداً. أوه، حسناً، سندعها وشأنها. حسناً، وداعاً يا فراشة. إذن علينا أن نتابع طريقنا في المسير. هاي، انظروا إلي، عثرت في طريقي على شجرة للتسلق. واو، وي، علينا أن نكون حذرين عند تسلق الأشجار. واو، 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 ما هذا؟ أنا أرى شيئاً ما. لقد رأيت الشاطئ. واو، واو، أحب الشاطئ كثيراً. واو، أنا أحب أيضاً الرمل. أجل، ثم إنني أحب جداً طيور النورس. رائع، واو، أستمتع كثيراً عندما أقضي يومي كله على الشاطئ. واو، مهلاً، لحظة، ما هذا؟ يجب ألا تكون هذه هنا، هذه من المهملات. لا أعلم من الذي وضعها هنا، أنا أشعر بالغضب جداً. الشاطئ موطن لكثير من المخلوقات، ومهمتنا هي الحفاظ على نظافة كوكبنا من التلوث. نعم، هل تحبون أن تلوث الأرض؟ لا، لا نحب ذلك. هاي، لدي فكرة، أنتم وأنا معاً سننظف الشاطئ.
هذه فكرة جيدة. مستعدون؟ 3، 2، 1. انظروا إلي، صار معي كيس مهملات هنا. نعم، سأضع كل المهملات داخله، ومعي أيضاً ذراع جمع المهملات. نعم، تشبه الكماشة. حسناً، لنلتقط هذه القطعة بها. إذن أستعمل ذراع جمع المهملات لأنه لا يجوز أن ألمس المهملات بيدي، فلا أعلم أين كانت تلك المهملات من قبل. حسناً، هيا بنا. حسناً، أرى صدفة ومكانها هنا. وو، هذه مكانها ليس هنا. يبدو أنها علبة عصير معدنية. نعم، علبة معدنية، لذا سأضعها هنا. ممتاز، جمعنا قطعتين من المهملات حتى الآن. مهلاً، لحظة، واحدة أخرى. 1، 2، 3. قطعة المهملات الثالثة، هيا بنا. سعيد كثيراً لأننا ننظف هذا الشاطئ من المهملات. 1 أخرى. 1، 2، 3، 4. 4 قطع من المهملات داخل الكيس. 2 أيضاً. 1، 2، 3، 4، 5. وهذه هنا. نعم، 6. جمعنا إلى الآن 6 قطع من المهملات. عمل جيد، ولكن لم ننتهي بعد، فهذا الشاطئ ملوث جداً. أظن هذه القطعة الأخيرة. حسناً، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 قطع من المهملات. أحسنتم عملاً. لقد استمتعت كثيراً بتنظيف هذا الشاطئ بصحبتكم. حسناً، سأضعه في سلة المهملات. وداعاً يا مهملات. عمل جيد. أوه، أظن أن علي استعادة عصا السير من أجل أن نتابع المسير. ها هي ذي، مستعد للسير الآن. لقد كان المسير في الطبيعة اليوم بصحبتكم أمراً رائعاً. تعلمنا أشياء كثيرة، تعلمنا عن النباتات، ولعبنا لعبة البحث عن الأشياء. لعبة أنا أرى كانت ممتعة جداً. هاي، ورأينا أيضاً بعض الحشرات. نعم، حسناً، والأهم في هذا كله أننا نظفنا الشاطئ. عمل جيد. هاي، أتذكرون حين عثرنا على بعض الأشياء قبل قليل؟ نعم، عثرنا على السرخس. نعم، سأريكم شيئاً رائعاً في نبتة السرخس عما قريب. وعثرنا على هذه الصدفة. رائع. وعلى كوز صنوبر. وأيضاً عثرنا على ريشة طائر. واو. حسناً، سأضع هذه الريشة هنا. والآن، واو، هذه العصا كانت عصا السير التي استعملناها في المسير طول اليوم. هذا رائع، ولكن سنحول هذه العصا الآن إلى ما يسمى باسم عصا الرحلات. نعم، صنعت الشعوب الأصلية في مختلف البلدان عصا سموها عصا الرحلات. يجمعون الأشياء في أثناء الرحلات أو في أثناء المسير، وبعدها يضعون تلك الأشياء على العصا بحسب الترتيب الزمني كي يتذكروا كل مكان زاروه. لنفعل ذلك الآن. لنضع نبتة السرخس هذه هنا. حسناً، هكذا. ثم سألفها بهذا الخيط البرتقالي. نعم، سألفه حول النبتة. حسناً، ممتاز. ألا تبدو رائعة؟ واو، رائعة جداً. حسناً، واو، ستكون عصاً جميلة. نعم، كأنها عصا يغطيها السرخس. حسناً، وماذا؟ نعم، لدينا الصدفة. أظن أن تثبيتها صعب، لكن سأحاول ذلك. ها هي ذي، أترونها؟ نعم، تبدو عصا رائعة. وبعدها لدينا كوز الصنوبر. سأضع هذا الكوز تحت الصدفة في هذا المكان،
ثم سألف هذا حوله ليثبت على العصا. ووو! والآن جدنا ننتهي. وضعنا السرخس والصدفة وكوز الصنوبر، وبعده سأضع هذا الشيء الأخير، الريشة. إذن سأضع الريشة هنا في الأعلى هكذا. أترونها؟ حسناً، انظروا كيف تبدو؟ واو! والآن وصلنا إلى نهاية الحلقة، وقد استمتعت كثيراً بالتعلم بصحبتكم. لكن إن أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. أيمكنكم تهجئته معي؟ B-L-I-B-B-I بليبي. أحسنتم عملاً. حسناً، أراكم بخير. إلى اللقاء.